أعزائي المشاهدين، أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج حلم حياة. في حلقة النهاردة هنتكلم عن صناعة المفروشات. إيه هي صناعة المفروشات؟ طيب صناعة المفروشات أي حد يقدر يخش فيها ولا لأ؟ كل ده هنعرفه في حلقة النهاردة، وهنعرف اللي عنده مفروشات وتحديدا الملايات يقدر يحافظ عليها إزاي، وإزاي نفرق ما بينهم. الملايات أنواع كتير جدا، إزاي نفرق ما بين الأنواع ونعرف إذا كانت الملاية ديت قطن ولا لأ. طيب مشروع المفروشات هو مربح ولا لأ أساسا؟ يعني أنا دلوقتي عايز أعمل مشروع كويس، هل أختار مشروع المفروشات ولا لا؟ طيب مشروع المفروشات اي حد يقدر يتعلمه ولا هي موهبه ولا ايه بالظبط؟ كل ده هنعرفه في حلقه النهارده مع ضيفي اللي مشرف ومنور برنامج حلم حياه، المصمم محمود جاد، مصمم مفروشات وتحديدا مهتم بالملايات والكفرات. اهلا وسهلا بحضرتك. اهلا وسهلا، ازي حضرتك؟ شرفت ونورت برنامج حلم حياه. ربنا يحفظك يا رب. ربنا يبارك في عمرك. في البدايه عايز اعرف من حضرتك، دخلت مجال المفروشات من امتى ومين شجعك على ده؟ بسم الله. دخلت مجال المفروشات ده من اكتر من سنه، حوالي تقريبا 5 سنين. دخلته بطريقه اللي هو كنت انا اصلا من صغري بحب تنسيق الالوان، بحب اشوف ايه اللون المناسب للون، اشوف ايه ارتب الحاجه اللي زي كده، تمام. بعد فتره حبيت المجال نفسه، الخياطه، لقيت فيه لمسه كده زي فن او حاجه، فحبيت ان انا اخشه. بداته من بالظبط 4 سنين، رحت مكان اتعلمت فيه ازاي ان انا اقعد على المكان، كورس كامل ازاي اتعامل معاه، ازاي لو واجهت لي اي مشكله ان انا اتعامل معاه. خلصت الكورس كله، فحد ساعدني طبعا مشكورا، جبت مكنه، والمكنه بدات واحده واحده معاه. بدات في المجال نفسه من المفروشات والملايات بالاخص، فحبيت ان انا اكمل فيه. واجهتني طبعا مشكله اللي هو ايه، ان المجال دايما بتلاقي لي السيدات، بس انا حبيته، تمام. دورت على مكان ان انا اقدم فيه، ان انا اخد كورس فيه او كده، ما لقيتش. اشتغلت على نفسي، جبت فيديوهات، جبت كذا قطعه قماش وعملتها، تمام. مره باظت، مره لا، مره طلعت مقاسات متساويه، مره لا، مع الاستمراريه تمام الحمد لله. يعني انت دخلت المجال علشان خاطر انت اساسا يعني حسيت في لمسه فنيه انت حبيتها، تمام. مش مجرد شغل وخلاص، لا انا حابب الحاجه ديت، فعشان كده دخلت المجال ده. مظبوط، تمام. وانت قلت نقطه مهمه جدا على فكره عجبتني، انت ما لقيتش اماكن فيها كورسات، ولقيت ان المجال يعني للسيدات بس من ضمن الصعوبات اللي انت واجهتك، فانت حاولت تستغل السوشيال ميديا صح. صح، لان للاسف في ناس كتير بتستغل السوشيال ميديا غلط، فانت قلت بدات اجيب فيديوهات، بدات اجيب حاجات تعليميه اشوفها علشان خاطر اطور من نفسي، لان ما لقيتش اصلا في اي مكان اللي هو الكورس نفسه للمفروشات، لان هو دايما زي ما قلت لحضرتك بيكون سيدات، يعني ست بتعلم ست، تمام، لكن ست بتعلم راجل لقيته صعب، تمام. جبت اكتر من فيديو او اكتر من قناه للتعليم نفسه، تمام. بعد كده انت بيبقى الموضوع بيبقى نسب وتناسب، انت عرفت النسب بتاعت المفروشات، خلاص بعد كده هتعرف ان انت تصمم اي موديل انت عايزه في المجال بتاع المفروشات عامه، بتبقى كلها مقياس، تمام. بتختلف بقى المقاس لو حضرتك اللي انت حابب تغيره، تمام. قلت الصعوبات اللي واجهتك ان لقيت المجال للسيدات فقط لا غير، يعني نقدر نقول ان اغلب الناس شايفه ان مجال المفروشات للسيدات فقط لا غير، بس الكلام ده من فتره ولا مازال حاليا؟ لا، هو انا بعد ما انا اشتغلت، لا طبعا، تمام، لان يعني الكلام ده كان من 5 سنين، ما لقيتش، تمام. بعد كده لا، انا حاولت ان الفكره نفسها تتغير، لان مفيش حاجه راجل وست في موضوع الشغل، طالما انت عايز تشتغل شغل عام، الشغل للجميع، الشغل للجميع، تمام. طيب في صعوبات تانية واجهتك؟ يعني صعوبات مثلا ماديه، صعوبات تسويقيه، في صعوبات تانية واجهتك ولا لا؟ طبعا، مفيش اي مجال انت بتخش فيه يكون انت مش عارف فيه وهيكون سهل ليك. اي حاجه انت هتخشها لازم تكون صعبه طالما انت اصلا مش عندك فكره عنها، تمام. بدات واحده واحده، عملت جروب واتساب، مع الاستمرارية وشغلي تمام، ان هو كويس مع الوقت الحمد لله، تمام. يعني صعوبات زي اي مجال واجهتك، وحاولت انك انت تتخطاها، طول ما انت عندك هدف وعندك حلم فهتوصل اللي انت عايزه. انت قلت بدأت صغير، حتى يعني واحدة واحدة، وبعدين جبت مكنة، وبعدين بقى عندك ورشة، وايه يعني ربنا كرمك بحيث انك انت بتحب حاجتك يعني، تمام. طيب دلوقتي احنا اتكلمنا على الصعوبات، وانت قلت لي في البدايه، في بدايه الكلام تحديدا الملايات، يعني اشتغلت في المفروشات وتحديدا الملايات. اول ما بدات كنت بجيب اصلا شغل جاهز، تمام. كنت بجيب شغل وكمان لشركات يعني عالميه، تمام. كنت ببيع الشغل ده ان هو جاهز، كرتونه جايه متقفله، ما كنتش بحاول حتى ان انا افتحها. لا، هو انا عايز اعرف
انت بدأت تشتغل في الملايات على طول ولا اشتغلت في كل حاجة في المفروشات لحد ما اخترت في كل حاجة في المفروشات؟ بص، كفر بتحمل بجميع انواع المفروشات، كفر ارض، كفر انتري، كفر ركنة، كفر ملاية، اي كفر عامة بيحمل كله. اشتغلت في كل ده، مش اللي هو المفروشات بتاعة الارض، كفر ووتر بروف، كفر عادي، كفر تركي، نسجون، اشتغلت فيه كله لغاية ما انا حبيت التفصيل نفسه بتاع الملاية. تمام، ايه الشغل اللي انت دلوقتي يعني زي ما بيقولوا كده بالبلدي رسيت عليه او حسيت ان هو خلاص الشغل ده اللي انا لقيت نفسي مميز فيه وحابب اكمل فيه؟ الملايات والستاير. الملايات والستاير، فاجئتني بالستاير دي دلوقتي. تمام، الملايات والستاير. طيب شايف ايه اللي بيميز شغلك عن اي شغل تاني؟ يعني انا دلوقتي عايز اعمل ستاره، عايز اشتري ملايات حلوه كده تفتح النفس عن النوم. صح. يعني ايه اللي بيميز حضرتك عن اي مكان تاني؟ التقفيل، شغل تقفيل، شغل مقاسات، انك انت تدي شغلك عشان شغلك يجيب لك. ان انت شغله انت هتديله، اكيد مش هتلاقي من وراه، هتلاقي من وراه زبون، هتلاقي وراه كلمه كويسه. ده كله كان بيميزني في شغلي، تقفيل شغلي. يعني مش بحب ان انا اعدي اي حاجه فيه، المقاس يكون مظبوط، يكون بزياده كمان. يعني اللي مميزني في شغلي مقاساتي في الملايات. تمام، الملايه بتكون كبيره جدا، وهتلاقي واضح عند حضرتك الحاجات دي. المقاسات والتقفيل، ايوه معانا صور هنعرضها دلوقتي. طيب انا بهزر معاك وبقول لك ملايه تفتح النفس عن النوم. هسالك بقى سؤال بعيدا بقى عن الهزار، هل فعلا الملايه ليها علاقه بالنوم؟ يعني طبعا ممكن ملايه تخلي الواحد ما يقدرش ينام خالص بسبب الملايه؟ طبعا، انت السرير نفسه انت بتفرش الملايه بتخليك انت من كتر ما هي جميله انت مش عايز تنام عشان ما تبص. لا مش بتكلم على كده، انا بتكلم نوع في القماش او خامه معينه. الخامه يعني ممكن مثلا في الصيف مثلا تخلي الواحد يبقى حران جدا وخلاص ومش عارف ينام، ويبقى اساسا هي ما تنفعش تتفرش، بتبقى ديكور بس، ولا كل الملايات تنفع؟ لا، في حاجات بتكون ديكور، ده طبعا بترجع بقى للستان والحاجات اللي هي اصلا بتبقى زينه بمعنى صح. لكن في مجالي انا لا، انا بشتغل بخامات 95% منها بتبقى مصري. ماشي، مش قطن 100%. تمام، بشتغل فيها بتبقى في خامات منها في عليها بلوستر، بس بلوستر خفيف. تمام، طيب عايز اعرف منك يعني انواع الملايات. احنا برضو معانا بعض الصور معروضه، عايزك تكلمنا عن الصور المعروضه ديت تحديدا وتقول لنا دي انواع ايه مثلا، وايه هي انواع الملايات بشكل عام، وايه افضل نوع فيهم؟ افضل نوع فيهم انا من شغلي انا، عشان كل واحد طبعا بيكون له وجهه نظر، الملايه المعروضه او ده دي حاجه ثانيه حاجه خالص بعيد عن الملايات اللي كانت معروضه قبل منها، دي بتبقى خامه اسمها مصريه. تمام، الخامه دي مش بتكون قطن 100%، بتكون فيها نسبه قطن وبيكون فيها نسبه بلوستر خفيفه. دي بتخليك حتى في الغسيل بتكون كويسه. لكن القطن بيكون 100% بيبقى حاجه فيه برده مش كويسه، اللي هو في غسيله بيبقى ليه طريقه معينه، ما احطلوش كلور، ما احطلوش ميه سخنه، ماشي، عشان النسيج بتاعه نفسه ما يبص. يعني دي طريقه الحفاظ على الملايه. يعني انا دلوقتي لو عندي ملايه قطن ليها طريقه غسيل معينه، بميه سخنه، ان هي زي الغسالات الجديده طبعا في اغلبها بيغسل ميه سخنه، فما ينفعش لا اغسلها بميه سخنه. تمام، وبالذات لو كان فيها الوان كتير. عايزك تعيد لي بقى الحته دي تاني عشان في ناس بتبوظ الملايات كتير وبتخلوا الرجاله يضربوا. الناس دي كتير عندي. تمام، فعايزك تعيد لي الحته دي تاني وتقول لنا ايه اللي بيخلي الملايه العمر بتاعها بيبقى طويل، يعني ان هم الست تقدر تحافظ عليها، وايه اللي بيضر الملايه بشكل عام، وايه هي بقى طرق الغسيل اللي حضرتك لسه ايه قايلها دلوقتي بس قولها باستفاضه. تمام، بالنسبه للقطن، الملايات القطن مش بتحب الميه السخنه كتير. تمام، وبالذات لو كان فيها الوان، لان في بلدنا طبعا دلوقتي ما فيش حاجه بتبقى 100%. انت بتاخد الحاجه ما بتبقاش حاجه 100%. يعني بتبقاش في حاجه، مفيش قطن 100%. لا، مفيش قطن 100%. يعني معلومة غريبة، لما الواحد بيروح يشتري حاجة بيتقال له ان دي قطن 100%. دي حاجة برضو كنت ارجع لحضرتك فيها، ان انا لما بدأت اشتغل ده اللي خلاني دخلت ان انا عايز اصنع الحاجة بايدي. انا بدأت ان انا اجيب شغل اصنعه بره، ما كانش بيعجبني. تقفيل، خامة، لا، والمفروض في حاجة احسن. يعني في شركات عالمية بتبيع الشغل ده، احنا بنروح نشتريه من اخر الدنيا ان هو في علبة وفي كرتونة ومتقفلة، احنا شايفينه افخم حاجة. لا، فده خلاني ان انا رجعت ان انا اللي حابب اعمل حاجة بايدي. بدات اشوف ايه الماتيريال بتاع الحاجه، افك الحاجه دي واشوف ايه الماتيريال بتاعها. يعني كلامك دلوقتي بيقول ان مفيش قماشه قطن 100% موجوده. لا، دلوقتي. لا، واللي يقول لك كده يبقى كذاب، بيضحك عليك. طيب بعد هنتكلم في النقطه دي، بس بعد ما تقول لي الغسيل وطريقه الحفاظ. الغسيل وطريقه الحفاظ دي بتكون ترجع للميه السخنه. تمام، المفروشات عامه ما بتحبش العصر الكتير،
العصر الكتير بيقطع الانسجه بتاعتها، وبالذات لو كانت قطن ماشي، لان هي بيبقى الملمس بتاعها اصلا بيبقى ناشف شويه بالبلدي عن الخامات المصريه. الخامات المصريه بتبقى طريه فاهم، وبتبقى لينه كده في ايدك، وبالذات بعد الغسيل كمان. يعني بعد الغسيل بتلاقي الخامه كمان بقت طريه. الميه السخنه والكلور والحاجات دي كلها بتخلي النسيج بتاعها يدوب بسرعه، وما بتخليهاش ان هي تبقى كويسه. يعني افضل حاجه الميه الساقعه او الفتره العاديه اللي هي الميه العاديه. لو احط ميه فتره تمام، غير كده انا ببوظها. بس ايه وانا ما اعرفش، مفكر ان انا كده في كذا مسحوق ممكن يتحط. تمام. الكلور لما بيتحط لا بيبوظ النسيج بتاعها، ومع الغسيل والعصر الكتير بيقطع الانسجه بتاعها. نرجع بقى لنقطه مفيش 100%. عايزك تقول لي الانواع بشكل عام كلها، ايه هي الانواع؟ انواع الملايات. تمام، ايه هي الانواع بتاع الملايات؟ وفي نفس الوقت عايز اعرف، انا دلوقتي رايح اشتري ملايه وتقال لي الملايه ديت قطن، اعرف ازاي ان هي قطن؟ احنا اتفقنا ان مفيش 100% زي ما انت قلت، بس على الاقل ما تبقاش كلها بلاستر. لا مش بتكون كلها بلاستر. البلاستر اصلا انت لو كانت كلها بلاستر انت مش هتطيق ان انت تنام عليها، زي الستان كده مش هتطيق ان انت تنام عليه، هتلاقي حضرتك هتلاقي ان هو ما خلكش انك انت تبقى نايم مبسوط زي ما انت كنت بتقول في الاول. تمام، بتروح ملمس الملايه لما بيكون قطن في 100% بتلاقيه ناشف، اللي هو مش طري قوي، مش لين كده في ايدك. تمام، تقول لك لا دي قماشه ناشفه. لا بالعكس، بتكون كويسه جدا. تمام، للمصريه بيكون فيها نص نص كده ونص كده، تخليك انت تبقى مبسوط ان بالنوم عليها تخليك مبسوط، وفي نفس الوقت بتبقى حلوه للحر وبتبقى حلوه للصيف. تمام، طيب عايز اعرف منك القماشه بتمر المراحل اللي بتمر بيها بحيث انها تبقى ملايه. تمام، اشرح لنا ده، وهتعمل لنا حاجه عملي معانا قماش. تمام، هتقصه لنا على الهواء وايه، وتعمل لنا حاجه عملي لحد ما نطلعها ملايه. تمام، بس قول لي المراحل. المراحل انت كل اللي بتحتاجه في شغلك، تمام، مازوره، مقص، قطعه قماش. قطعة قماش اللي هو اذا كان سوري اطفال او سوري كبير، المقاس اللي يناسب حضرتك. المقاسات اللي انا بشتغل بيها انا بتكون لو سوري كبير 5 إلا 4، الطبيعي 4.5، بس ده برضو من المميزات اللي كانت بتميزني في شغلي. كنت بجيب الملايه الكبيره 5 إلا 4، 5 إلا 4 دي هتفرش كل السراير من 1.50 لمتر و80، هتبقى مظبوطه على السرير، نازله من الجنبين، نازله من ورا، مش هتكون اللي هي ايه قصيرة او ان انت تنام عليها تلاقيها اتلمت. بتكون حلو بالذات لو كمان ان السرير عالي، فبشتغل بربع متر زيادة فيها. يعني انت بتشتغل بربع متر زيادة بحيث ان الملاية يبقى ليها مساحة، فيها مساحة بحيث انها ما تتلمش بسرعة. تمام، تقدر تعمل لنا حاجة عملي بقى دلوقتي زي ما احنا اتفقنا؟ طبعا. تمام، ونشوف مع بعض. اوكي، ويا ريت تشرح لنا برضو وانت ايه شغال علشان نفهم الفكره كلها. تمام، وصورتها معروضه عند حضرتك، بعتها. دي 5 متر القماش ده. يعني في البدايه كده، ده القماش ده انت بتروح تشتريه كده على طول، مش معمول في اي حاجه؟ لا بيكون كده، هو بيبقى طوب على بعضه، بيبقى عرضين. تمام، ثابت 42 ماشي، 2.40 متر زي ما قلت لحضرتك، في ثوابت واحنا بقى بنغير ايه في الطول اللي احنا عايزينه، لكن عرض لا، هو عرض بيكون متني على بعضه 42 ثابت، اي عرض صغير. تمام 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 تمام، مزورتي 1.5 متر. تمام، اول حاجه بقصها بقص كيسين المخد. تمام، انا بشتغل على 1.60 متر. تمام، احنا كده بنصنع ملايه على الهواء. كده انا بصنع ملايه. تمام كده 1.60 متر. تمام، بزود لها 10 سنتي اهي، ولو انا عايز ازود برضو مقدار خياطه 2 سنتي كده، بقوم ايه 1.60 متر. بفرد قماشتي كويس. المقص بيكون ليه سن، اللي هو السن الرفيع ده هو اللي بيبقى بقص منه من تحت القماش على طول. طلع معايا كده كيسين. تمام، عرض السرير ثابت من المفتوح، في هنا بورسل مفتوح اللي هو عرض القماش بتاعنا. تمام، بقيس 45، 45 في 2 يعني ايه؟ انا كده بصنع طقم كامل، ملايه وطقم السرير وكل حاجه. ماشي، بقيس 90. تمام، 45 و45 90. تمام تمام، اهو 90 بتوعنا اهو. ما
ممكن بقى ساعتها ان انا اشد القماش هنا مع اتجاه البروسل. انا كده قلبت القماش من المفتوح للمقفول قست 90 سنتي هما اتنين، هروح شادد كده. الصوت جميل طبعا، الصوت جميل ويخوف. القماشه ممكن تبوظ لو الشده غلط. اول كنت بخاف لكن بعد كده لا، لما طلع معايا كويس لا طبعا الصوت بقى بيريحني نفسيا. اهو هنروح قلبين كده اتنين اهو بقى كيس معانا فعلا، كيس طويل. عايز بس الخياطه، عايز الخياطه تمام. وان شاء الله هبقى اعمل فيديوهات برضو للتقفيل. تمام، طلع معانا ايه كيسين، كيس تمام، كيس مخده طويل. دول كيسين، دول كيسين القماش على المتن. كيسين تمام. تمام مظبوط تمام. الحته اللي طلعت معانا دي هتساعدني في الظهر بتاع الخده دي. الموضوع كده يعني ايه مشجع على فكره طبعا، هيخلي ناس كده كمان لاي ست هيخلي ناس كتير، ناس كتير قوي بيبقاش ليها مطلوب هتقول عايزين نشتغل في الملايات والمفروشات. تحت امر اي حد عايز يتعلم اي حاجه. انا اتعلمت بالفلوس فحبيت ان انا اعلم الموضوع بس يكون بمبلغ قليل، او مش مجاني عشان ما حدش يحس ان هو ايه باجر رمزي. الافضل يعني دول 55 تمام. الملايه الكيسين بتوعها بيبقى 55 في 70، انا بقصها 5 سم زياده، 75 في 55 كده. دي طلعت معانا الملايه وده الكيسين تمام. الوش بتاع الكيسين كان بيميزني في شغلي طبعا برضو حاجه تاني، ان انا اخلي الكيسين يكونوا زي بعض او الخده دي يتم زي بعض نفس الشبه. على فكره في الكنترول بصراحه معجبين بالحاجه جدا ومعجبين باللي انت بتعمله جدا. يعني هي حاجه كويسه ولاي ست كمان او اي شاب او اي شاب عايز يشتغل في المجال ده. اتفقنا بقى ان الشغل للجميع. ادي كده معانا وشين تمام. ده كده وشين تمام. تمام، دي هتبقى معانا قلاب اللي هو بيبقى ايه بيقلب على الكيس يخليه يقفل. ودي الحته القديمه اللي احنا قلنا هنرجع لها اهي. دول هيبقوا ظهرين. كده طلع معانا اهو كيس تاني، خد ديه تانيه بقلبها تمام. بقيت خد ديه واحنا قصينا واحده وادي الملايه. نشوف بقى الملايه مع التقفيل، نشوف بقى الملايه بعد ما خلصت. معانا صوره ملايه بعد ما خلصت، يا ريت تعرضوها. دي الملايه معانا بعد ايه ما اتقفلت. طبعا هي الملايه كده مقصوصه تمام، ولكن لما تتخيط بقى وتتظبط هتطلع بالشكل اللي احنا شايفينه ده. يعني يا ريت توريها لنا برضو، على تريدها لنا كده عشان برضو الناس تشوفها. لا بصراحه بسم الله ما شاء الله عليك، يعني حاجه جميله وحاجه مشرفه. تمهم كده وحطهم وارتاح عشان حاسس ان رجلك ممكن تكون وجعتك. لا 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 خالص، متعود. طبعا متعود على كده تمام. بصراحه يعني حاجه جميله وحاجه مشرفه، وانت دلوقتي بتشجع الناس كلها. يعني انت بتقول لهم اللي هو الموضوع مش صعب، طول ما انت حابب الموضوع الموضوع مش صعب. المصري ما فيش حاجه صعبه عليه، المصري ما فيش حاجه صعبه عليه. اكيد طبعا. انت بتقول لي انك انت بتدي كورسات باجر رمزي. عايزك تكلمنا عن الكورسات دي، وعايز اعرف منك اي حد يقدر يتعلم شغل المفروشات والملايات والكلام ده، ولا لازم يكون هو اساسا عنده موهبه في الشيء ده؟ هو لو هو حابب الموضوع بيكون سهل جدا. زي ما قلت لحضرتك انا في الاول بدات ازاي، بدات انا بحب تنسيق الالوان، جت من هنا وبدات ان انا حابب اشتغل، شاب عايز يشتغل، بقيت بجيب الشغل وببيعه. لما فتحت الشغل ده وبدات ان انا اشوف الماتيريال بتاعه، الكواليتي بتاعه اللي هو لا مش حلو، انا اقدر ان انا اطلع حاجه احسن من ده، ان انا كنت بصنع قبل كده تمام. بدات واحده واحده ان انا اعمل ده، وزي ما قلت لحضرتك شفت ايه الاول الدافع اللي يخليني اللي هو لا الدافع ان انا اتعلم انا ازاي اقعد على المكنه. بعد كده اي حاجه سهل، بس هو اصلا شغل ملايات سهل جدا. يعني هو الشغل سهل، ولكن انت يعني ايه
بتقول طول ما انت حابب الشغل ده وانت عندك يعني روح وعندك حب للحاجة ديت وعايز تشتغل هتقدر تتعلمه. طبعا. الموضوع على قد ما هو ممكن يبقى سهل ممكن يبقى صعب عند بعض الناس اللي هي ايه مش حابة ان هي ايه تشتغل الشغلانة دي. او واجهتها حاجة اللي هو لأ انا جبت مثلا كلفني سي 300 جنيه او 400 جنيه. اي مشروع انت اشتغلته لازم تبقى فيه اي عواقب الاول. انا قابلتني عواقب اللي هو لا باظت مني، لا ما خلاص مش هتبوظ، ما لازم تبوظ، وانا لو ما بوظتش مش هتعلم. لو ما فيش فشل يبقى ما فيش نجاح. تمام. بدات ان حاجات تبوظ مني، لا اصلح الغلط اللي انا وقعت فيه، محدش هيصلح لي غلطي اكيد. بدات ان انا واحده واحده اكيد ان انا ابقى حاجه في الحاجه اللي انا بحبها دي. احلى جمله انت قلتها، لو ما فيش فشل ما فيش نجاح. طول ما انت عندك حلم وعندك امل وبتسعى عشان توصل لحلمك هتوصل لحلمك، ولو وقعت ما تستسلمش، لو وقعت ما تيأس، لان الوقوع هو بداية طريق النجاح. انت لو وقعت واستسلمت يبقى هتفشل ومش هتكمل، انما لو وقعت وقمت وقاومت وحاربت علشان خاطر حلمك هتوصل ليه وهتحققه وهتنجح فيه. اوعى تسلم لاي حد يقولك ايه ما تكملش، اوعى تسلم للناس اللي ممكن تقولك انت فاشل، الناس اللي ممكن تقولك لا انت مش ناجح، الناس اللي تقولك انت مش هتنفع، الناس دي بتبقى عايزه تحبطك، بتبقى عايزه توقعك. لو سلمت للناس دي انت اللي هتقع، وهم هيشمتوا وهيفرحوا فيك، هم وصلوا لهدفهم اللي هم قالوه ليك ان انت فاشل ومش ناجح ومش نافع علشان خاطر هم عايزين ده، مش عايزين يشوفوك ناجح. انما انت كمل واسعى وخلي هدفك قدامك واحلم، واوعى تسلم واوعى تيأس، لان الحلم هو الحياه بالنسبه لك. طبعا. بصراحه يعني الجمله اللي انت قلتها، لان في ناس كتير بتستسلم. ناس كتير بيبقى عندهم حلم، ناس كتير بيبقى عندهم هدف، ولكن الناس بتوقعهم. صح. لو ما فيش صعب مش هيكون في سهل. انا لما بحب ابدا، يعني لما بدات انا بدات في الصعب ما بداتش في السهل. بدات ازاي؟ يعني لما جيت اعمل اول ملايه ما عملتهاش زي دي اسهل حاجه طبعا. تمام. انا عملت اصعب حاجه. لما عملت اصعب حاجه انا بالنسبه لي دي كانت حاجه بسيطه جدا، دي بقت سهله جدا، بقت سهله. تمام. لكن في ناس بتبدا بالسهل وبتستصعب ان هي تطلع واحده واحده. تمام. طيب اللي عايز يتعلم واللي عايز ياخد الكورسات ماشي. تمام. واللي عايز ياخد الكورسات معاك يعمل ايه؟ احنا معانا الرقم طبعا، يتواصل معاك مباشره على طريق. تمام. الرقم او الواتس، ولا في مكان معين يجي لك فيه، ولا ايه الدنيا؟ انا اديت كورسات في 3 اماكن. تمام. اللي حابب يتواصل هقول له ايه اقرب مكان ليه واتواصل معاه. تمام. اجر رمزي جدا، مش حاجه اللي هي صعبه عليا على اي حد، اذا كان شاب او كانت بنت او كانت ست. تمام. طيب الصعوبات، او لو هتوجه نصيحه للشباب اللي بتواجه الصعوبات دايما وبيبقوا مش عايزين يكملوا، معاك الكاميرا، هتقول لهم ايه؟ اسعى. اسعى وربنا معاك. ربنا ما بيسيبش اي حد، ربنا فوق وشايف. تمام. بس لو هتوجه نصيحه او رساله هتكون لمين وهتقول فيها ايه؟ رسالة لكل حبايبي، اقول لهم شكرا طبعا، الناس كتير دعمتني بالكلام، مش شرط ان حد يقف جنبك حتى ولو بماديات، الماديات. تمام. مش كل حاجة، الكلمة الحلوة نفسها بترفع من روحك المعنوية. تسلم ايدك جميل، دي كانت حاجة بالنسبة لي كانت حلوة جدا. تمام. اللي كان بيشجعني ان انا لا دي حاجة كويسة، لا اكمل، لا ما تقفش، ما تستسلمش لانها هتبقى حاجة، دي كانت حاجة طبعا بتخليني الدفعة لقدام. بشكر امي وابويا. تمام. دي اكتر حاجه ان انا اقدر ان انا اقولها لك في ان اشكر حد، رضا ابويا ودعوات امي. تمام. طب عايز اعرف منك، المشروع مربح؟ يعني في ناس لما بيبقوا مشروع معين يقول لك لا المشروع ده مش حلو ما تشتغلش فيه، انا اشتغلت فيه ولقيت نفسي تعبت. شايف ان مشروع الملايات بقى، وبما انك انت شغال فيه وهتنصح حد تنصحه بيه ولا لا؟ مفيش مشروع ما بيكونش مربح. او لو حضرتك موجه سؤال للملايات بالظبط، ارضى بقليلك هيجي لك الكتير. تمام. بس يعني القليل كتير. تمام. يعني انت شايف اهم حاجه الرضا. طبعا. ان يكون عندك رضا. اه. طيب حلمك ايه في الختام؟ لو هتقول حلمك ايه؟ انا حلمي بسيط، الستر والصحه بس، انك انت تبقى مستور، دي تبقى حاجه جميله جدا. تمام. الستر والصحه، لان هما الحاجتين اللي مفيش اي حاجه بتعوضهم. تمام. المستور دي طبعا بتبقى وراها كذا حاجه. الستر ده بيبقى من عند ربنا، في صحه وفي مال وفي معيشه وفي كل حاجه. ربنا يرفع عننا الغلا والوبا، ويرفع البلاء على اهل فلسطين يا رب.
يا رب. يا رب القضيه الفلسطينيه طبعا, طبعاً. يعني ده اللي حب المفروض أختم. لو هنتكلم فيها هتحتاج حلقات طبعا, وانت شرفت ونورت البرنامج. تسلم. تسلم. ولينا حلقات تانية ان شاء الله, إن شاء الله. نستكمل فيها الحديث وتبقى تعمل لنا حاجات تانية على الهواء ان شاء الله. بشكرك جدا المصمم محمود جاد, شرفت ونورت البرنامج. حلو, ربنا يبارك في عمرك. وقبل الختام انا بهني الزميل محمد العمراني لحصوله على الدكتوراه الفخريه من المركز العلمي للبحوث والدراسات بمركز افريقيا للتخطيط الاستراتيجي. ربنا يوفقك واتمنى لك النجاح واتمنى لك التوفيق, واتمنى الحلقه تكون عجبتكم, واشوفكم ان شاء الله في حلقه قادمه من برنامج حلم حياه. احلم بالحلم يوم مجرد حلم.